بخير. اليوم غادي نقدم لكم هيونداي تيكسون. هذا البرودوي هذا اول لونسمون ديالو كان سنه 2004، كجيل الاول اللي استمر حتى 2009. 2010 لونسا لنا الجيل الثاني اللي استمر حتى 2015، و2015 لونسا لنا الجيل الثالث اللي استمر حتى 2021 وهو اللي معنا اليوم. من 2004 حتى لدابا تباعت فيه تقريبا 7 مليون طوموبيله، كرقم كيدل على النجاح تاع هذا البرودوي هذا وعلى الدوموند اللي كاينه عنده في العالم في سيكتور اوتوموبيل اون جينيرال. صراحه واعر بزاف، كيف ما كتشوفوا الديزاين ديالو دخلوا عليه بزاف تاع لي موديفيكاسيون، ومازال خلاص الجيل الرابع اللي تلونسا دابا واللي مازال ما دخلش لافريك ومازال ما تفاعلش اون جينيرال في العالم. كيف ما كتشوفوا الطوموبيله فيها بزاف تاع لي موديفيكاسيون اللي خلاتها اتيرون، وكتسيبلي في السيبلاج ديالها واحد الكاتيجوري اللي عزيز عليها الكروس اوفر سي يو في شكل تاع الكات كات. فوالا اهم المنافسات ديالها هما كيا سبورتاج، الكاشكاي، الكاتجار، شنو اخر كاين بزاف تاع الطوموبيلات فهاد لاغام هادي، فهاد لي فوليوم وهاد ميزور وهاد موتوريزاسيون اللي غادي ندويو عليها ابري. كيف ما كتشوفوا لي زوبتيك ديالها اللي جات فيهم ديك لاسي ليمينوز اللي كيعطيها واحد اللوك اللي زوينه بزاف، في تناسق كبير مع لا كالوندر اللي جات كرومي. شوفوا لي غري ديالها جاو كرومي، فيها لي فاق اونتي بغويه من القدام، وفيها لي غادار دو ستاسيونمون من القدام ومن اللور. الكابو ديالها اللي مخبي الموتوريزاسيون اللي غادي ندويو عليها من بعد، غادي ندويو عليها من البروفيل ديالها. لي جونط عندك تاع 18، هادي اللي فيها اون اليمينيوم كبيره، هادي تاع 19 اللي فيها. شوفوا البروفيل كي جات تجي زوينه بزاف تبارك الله. لي غوترو فيزور رابطه بالالكتريك، شوفوا عندك، شوف الكروم، شوف لي بواني ديالها، لي بواني ديالها جاو اون كرون وفيهم فونكسيون تاع مان ليبر. فوالا شوفوا لي فيتخ ديالها، لي فيتخ ديالها جاو كرومي، تتبان زوينه تبارك الله. الباد كيس ديالها جات اون غري، اجي ندويو عليها من اللور. تيكسون شوفو من التحت سيستيم ديكزوز ديالها اللي جاو فيها جوج تاع لي دوبل فلوكس دي شابمون كرومي، فيها لي غادار دو ستاسيونمون من القدام ومن اللور بليس الكاميرا دي ريكول. موتوريزاسيون ديالها سي ار دي اي تيكسون. الفوليوم ديال الكوفر ديالها نت كيتحل غابطة بالإلكتريك. الكفر ديالو 510 إطرو، كبير ساتوري ساتيسفي، و هاديك كيتسد إلكتريك، بإمكانك تيريه من الداخل تيريه من برا. الساروت اللي عندك، الساروت ديالها جات فهاد اللوك هذا اللي زوين بزاف. فوالا فوكس بليز. فوالا اش ندويو عليها من الداخل، حلينا الباب ديالها، عندك الماتيار فيه جا عندك هنايا بلاستيك اون كوير، بوني ديالها جاو بغيون، عندك هنايا لي فيتر الكتريك، عندك الكوموند تاع لي روتروفيزور، سونتراليزاسيون ديال الباب، عندك دي سباس دو رونجومون، عندك سونوريزاسيون تاع هي انتيغري. فوالا لا سو دو بورت مكتوبه فيها تيكسون. شوفوا لي سياج ديالها جاو اون كوير فهاد الكولور هذا اللي تيكون عندك اون اوبسيون. عندك الكوموند كتحكم في الريغلاج ديال لي سياج ديالك، حاجه زوينه بزاف. اجي نشوفوها من اللور، نفس الماتيار اجي نصوقوها. الفولون ديالها كلا بلون نافو اي بروفوندو ملتي فونكسيوني، عندك دي بوطون كتحكم فيهم في الانترفاس ملتيميديا ديالك، عندك دي بوطون كتحكم فيهم في الاورديناتور دو بورد اللي جا في هذا الشكل هذا. فوالا جا زوين صغير ملتي فونكسيون. شوفوا الكونسول سونترال ديالها ولا الانترفاس ملتيميديا، عندك ان ايكرون ديال 8 بوس ملتي فونكسيون، كتحكم فيها بشكل زوين، كيعطيك بزاف حتى عندك المانيو، كيعطيك تتكونيكتها بالاندرويد والابل، فيها الميديا ناف بحال يعني الخريطه وداكشي، كونفيغوراسيون هادشي زوين بزاف. شوفوا الكليماتيزاسيون فيها بيزون جات يعني بواحد الاورغانيزاسيون اللي زوينه بزاف. فوالا عندك ها هي جات فهاد الكولور هذا فهاد الشكل هذا اللي زوين، كليماتيزاسيون اوتوماتيك، دي سباس دو رونجومون كاينين في الطوموبيله بواحد الشكل اللي كافي.
عندك بورت يو اس بي، بورت اكسلير، بورت تاع 12 فولت. هذه اللي عندنا اليوم بواد فيتاس اوتوماتيك لا ندويو على الموتوريزاسيون ديالها. ابري دي سباس دو رونجمون كاينين بزاف، عندك كوب هولدر، عندك الهاند بريك اوتوماتيك، اكود وا سنترال جا في هذا الشكل هذا اللي جا اون كوير، وكافي يعني ما فيهش بورت يو اس بي. تيكسون تبارك الله طوموبيله تستاهل، وحتى هي عندها البوتونسيال ديالها تبارك الله في السوق، حيت سيرتو تبعت من 2004 حتى لدابا تبعت 7 المليون طوموبيله، مليون ونص في خير في اوروبا. هذا اللي كيعطيها واحد الفيدباك لي بوزيتيف وكبير بزاف، واخا كونستركتور كوري ولكن تبارك الله واعره واعره نيت تستاهل. الموتور ديالها بويسون، كاين فيه تاع الان 6 وكاين فيه تاع 2 لتر، كل واحد كيشوف على حسب البوزوان ديالو. فوالا هادشي اللي كاين، ما تنساوش سبسكرايب لاشين، غادي يكون زوين بزاف وموتيفون بزاف. بزاف تاع الناس تيسولوا شنو الطوموبيل اللي شنو تبريفيري، واش سبورتاج، واش كاشكاي، واش هيونداي تيكسون. فصراحة عندهم تقريبا نفس البلاتفورم، عندهم تقريبا نفس الموتوريزاسيون، نفس لي سايز، يعني هادشي تيبقى ليك نتايا ككونسوماتور، وتيبقى ليك نتايا على الديزاين اللي عجبك، فهمتيني؟ يعني عندهم نفس لابويسونس تقريبا، ونفس لي سايز، ونفس لي ميزور تاع في الطوموبيل، نفس الحجم. ف توكل على الله، فكلهم ناجحين في هاد الكاتيجوري هادي سيرتو. يلا غادي نوريكم، نعطيكم زيرو سون دابا. يلا شوفوا الخوت. الموتوريزاسيون ديالها كاين فيها الان 6 وكاين فيها تاع 2 لتر سي ار دي اي، فيها ثلاثه تاع لي فيرسيون بريستيج وبريميوم واللوكس. خلاص الثمن ديالها كيبدا من 27 مليون كيوصل حتى ل 36 مليون. الموتوريزاسيون تاع الان 6 يعطيك فلاش فودين ديالها 6 تاع الشوفو، اللي كيعطي في لا بويسونس تاع الطوموبيل 115 شوفو. في الكونسوماسيون ديالها ميكس 4.8، ما كتكونسوميش لتر في كل 100 كيلومتر، وكاين خلاص تاع 2 لتر اللي فيها 8 تاع لي شوفو، وفي لا بويسونس ديالها 185 شوفو تبارك الله، يعني بويسونس صراحه السياره. وفي الكونسوماسيون ديالها 6.5 في كل 100 كيلومتر، هادي ميكس خلاص. خوتي تبارك الله الطوموبيله بالبري ديالها ولا فورس ديالها بالمقارنه مع لي ميزور اللي فيها صراحه تستاهل، والله يسخر لكل واحد فيكم.